طيب خلينا نختم بحاجة مهمة جدا قالها لك الرئيس. انه بعد ما خرجت من الوزارة قال لك اه صحيح انت خرجت من الوزارة لكن انت موجود في السياحة. ايوه. الروح دي فرقت معك في ايه؟ جدا يا فندم. هذا الكلام. اولا انا يعني قال لي هذا الكلام كان دعيت منه من مجلس الوزراء ان انا احضر المؤتمر الاقتصادي اللي تم في شرم الشيخ. وعلى بعد صلاه الجمعه انا اللي حضرته يعني دعيت اليه يعني سلم عليا وقال لي الكلمتين دول انه يعني اثنى على الفتره اللي قعدت عليها وقال لي لازم دايما تكون متواصل. يعني الرساله يعني انت تقدر تدي لبلدك البلد في اي مكان في اي موقف يعني من القطاع الخاص للقطاع الحكومي سواء انت مسؤول او يعني مش العطاء مسؤول. هنا مش مختصر مش على دورك انت كمسؤول. دي برضو رؤيه او فكره للرئيس انه الكل يعمل يعني بالتأكيد من اي مكان. دي ادتني دفعه وانا شكرته جدا. هو يعني قلت له يا فندم انا بشكر حضرتك على الدعوه وبشكر حضرتك على الفتره اللي قضيتها. قال لي ده انا اللي بشكرك. فده اولا خليني اكلمك بصراحه. أنا كوزير خرجت من الحكومة. زمان كان اللي يقول لك خرج فاكرين إنه مثلا انتهى سمح الله انتهى أو مغضوب عليه أو غيره. ده مش صحيح في عهد الرئيس. إنه الناس اللي مسألة التغيير هو يرى ما يراه هو اللي قاعد شايف المشهد كله وياخد قراره ولازم يحترم هذا الكلام. وإحنا بنكمل بعض يعني الوزير بيجي يكمل اللي وراه والأخو. فأنا التجربة دي بالنسبة لي بصيت لها من الزاوية دي وأكدها لي بكلام السيد الرئيس ليا أنا في لحظات كده بيسلم عليا فيها. وبالتالي انا يعني سعيد بالمرحله دي وسعيد بان انا لازلت نشيط في مجالي من جانب اخر بقى. صحيح.